بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فإننا معلمو بلدة الذيبان وأولياء الأمور نعلن ما يلي: أولا، رفض المنهاج الذي أصدرته الإدارة الذاتية، وكل منهاج يتعارض مع ديننا الإسلامي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعارض مع القيم والأخلاق التي تربينا عليها. ثانيا، زيادة رواتب وأجور العاملين في الإدارة الذاتية بما يتناسب مع غلاء المعيشة وصرف الدولار بما لا يقل عن 200 دولار. ثالثا، صرف رواتب عقود الأمومة في العام الدراسي الماضي. رابعا، تعيين حراس للمدارس مع إجراء إصلاحات لازمة. خامسا، إعادة هيكلة لجنة التربية والتعليم وإعادة انتخاب نقابة المعلمين. والله ولي التوفيق. ذيبان، الأحد 25/9/2022.